أمال رمزي فنانة مصرية جميلة ظهرت في أعمال كتير، لكنها ما قدرتش توصل لأنها تكون بطلة رغم جوزها من مخرج شهير. كانت واحدة من الفنانات اللي تم اتهامهم في أكبر قضية آداب عرفتها المحاكم المصرية، أتيحت لها الفرصة إنها تشارك في واحد من أهم الأفلام اللي قدمها النجم أحمد زكي، لكن تم استبعادها من الفيلم. كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة في حلقتنا. قبل ما نبدأ أوعوا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعار. اتولدت أمال رمزي بمدينة الإسكندرية، واسمها الحقيقي كمالات عباس نسيم. الاسم ده اسم تركي اختاره لها جدها، ولصعوبة نطق الاسم كان كل الناس بيقولوا لها يا أمال. أمال حبت التمثيل من صغرها لدرجة إنها كانت بتقلد مدرس العربي لزميلاتها بطريقة كوميدية. كانت بتتمنى تبقى فنانة مشهورة زي فاتن حمامة بعد حصولها على الإعدادية. أمال راحت للفنانة نادية لطفي اللي قدمتها لواحد من المخرجين علشان يديها دور فني، وطلب منها إنها تأدي أحد الأدوار ونجحت فيه من أول مرة. أمال رمزي حصلت على دبلوم تجارة واشتغلت كموظفة في شركة تأمين، لكن الفن كان هدفها. سابت الوظيفة واتجهت للتمثيل وبدأت أعمالها الفنية بمشهد صغير جدا مع سعاد حسني في فيلم إشاعة حب. أمال كانت متجوزة من المخرج كمال صلاح الدين. أمال رمزي كانت شديدة الإعجاب بالفنان أحمد رمزي، قالت عنه أحمد رمزي لم يكن دنجوان السينما المصرية من فراغ، ولكنه أيضا كان على المستوى الشخصي إنسان راقي ومتعاون للغاية مع زملائه. اسم أمال رمزي ظهر بقوة في أكبر قضية أداب عرفتها المحاكم المصرية واللي ضمت عدد من الفنانات واتسجنت بسببها، ولما تم استضافتها في أحد البرامج اتكلمت عن القضية دي وقالت إن تم تلفيق التهمة ليها للانتقام من الفنانة ميمي شكيب المتهمة الأولى في القضية، وقالت أمال إن القضية اتلفقت لي وعدد كبير من الفنانات، وده كان انتقام من أحد الأشخاص للفنانة ميمي شكيب بعد ما رفضت استكمال علاقتها معاه. حصلنا على البراءة بعدها بشهرين، وقالت إن المحامين كانوا في غاية الاستغراب لأن في اتهام لـ 12 سيدة بممارسة الأعمال المنافية للأداب في الوقت اللي ما فيهوش اسم راجل واحد في القضية، وكمان قالت رأيها في المشاهد الساخنة والقبلات، ورفضت مصطلح السينما النظيفة وقالت إن ده تمثيل، ورفضت الآراء اللي ضد القبلات. وكشفت أمال رمزي عن سبب تغييرها في فيلم البيه البواب اللي قدمه الفنان أحمد زكي وحقق نجاح كبير وقتها، وقالت إن الفيلم كان للفنان عادل إمام وكانت هي هتقوم بدور مرات البواب، لكن لما تغير عادل إمام وجه أحمد زكي قرر يستبدلها. أما عن رفض سبب أحمد زكي لها في الفيلم، قالت أحمد زكي جالي وقال لي منطقيا كده أنا في الفيلم كبواب لا يمكن أن أتركك كزوجة، أنت حلوة وبيضة كده وأذهب لصفية العمري فأنت جميلة مثلها، فلا مبرر لذلك دراميا، فأنتم الاثنين لحم أبيض وأنا في الفيلم عايز زوجة زي سمراء وأجيب ولاد زيتون أسود. وكمان اتكلمت عن عمليات التجميل وقالت مفيش أي واحدة من نجمات اليوم في جمال هند رستم لأن جمالها كان طبيعي، وأنا دلوقتي بشوف حاجات صناعية كتير، وأنا ضد عمليات التجميل بتاعت الفنانات لأن ربنا خلقنا زي ما احنا. لحد هنا نكون خلصنا الفيديو. قبل ما نمشي اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات. أسيبكم في أمان الله ورعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.